جينا في قطر هناك 7 سنوات، رجعنا الواحد يعني يبغي دار يعني. شغلونا في شركة تنقيب عن البترول، يعني هذه في يمكن في 57 يعني. تذكر كلمة زايد بسمته اللي ضحكه شيء مستقبل جاي أحسن عن الحاضر. زرع تملك وما تملك، ظليت محتار بالكلمة هذه. اسمي محمد سعيد سالم المرار بن عشان من لقب يعني. أنا مولود أبو ظبي، والدتي كانت أمها رميثية كانت في أبو ظبي، وأبويا من أهل المنطقة هذه، وأهلها أهل الوالدة كانوا في شتون في غناضة، فأنا ولدت في أبو ظبي ولكني تربيت في البادية. عندنا واحد قال له فاضل بن حرب في طريف يعني خلاص، قال يجريني يعني في الجزء عما يعني سرد بدون اعراب يعني الالف والباء يعني بدون تعريب يعني، وحفظنا في السور يعني الفاتحه وصوت معوذات والاخلاص وايه الكرسي والاشياء يعني كيف نقرا الحمد وكيف نقرا المعوذات وكيف نقرا يعني نتبع عشان السور في الصلاه، يقرينا ويروينا يعني في الجزء عما. واللي كان عمري 5 سنوات، بعد 5 سنوات أهلي حوشوا للسعودية إلى قطر للربيع، ورحنا على بيري قال لها العوينة في منطقة قطر، منها بيكون أذكر أنا سألت والدة قال أنت عمرك مو 5 سنوات، دخلنا أنا والوالدة الدوحة قطر في سنة الحرب العالمية الثانية، جينا قطر مدينة قطر الدوحة، كان بيوت قطر بيوت طين حصر من الأول مبنيات على البحر، وكانت السكة ضيقة شوي ما كانت فيه شوارع أسفلت أو كان شيء يعني. دخلنا بركاب إلى السوق يعني الرئيسي في قطر علشان نشتري الأغراض ونرجع لأهلنا. راح الوالد خلاني عند ركابنا هناك، قالوا له المحلات سكرت ما فيها ما نبيع بضائع مواد غذائيه ما نبيع، قال له انا عندي طفل واعطوني شيء الحين اكمل به طريقي لان ارجع اهلي. اتذكر يعني اعطوه كسر التمر قطع التمر وما ادري شو يعني حلوى فيها وما ادري خبز يعني. رجعنا من الدوحه، طلعنا من الدوحه من نفس المدينه طلعنا شوي وكانت وحده من البوش، كان عندنا 5 بطايع، اثنتين صعوب واحدة ناقه حاطني الوالد بضارع وناقه تحت الوالد، واحده من الركاب تلت لها شجره عربيه بيسمونها في قطر عربيه، ربعت تحت ارنب ويت تحت الركاب، انقذت الناقه اللي عندي انا وقعت تحت في الارض صمه شويه يابسه، تعورت انا شوي وبحس عن الركاب اشوفهم يدورون علي وانا واقع، شلني الوالد واركبني قال لي قبضه يعني ما اقدر يعني واحدة ربع ناقه ما يقدر يتنزل. بقينا نسير في الطريق وامسينا ليلنا وتعب الوالد شوي علي بالمساء، وانا خلى الركاب تروح بعيد ويا الركاب، وطلعنا الصباح والركاب تبغى امهات تقعدها، الظهر طلعنا على الاهل على بير العوينه. الوالدة شافت اني انا بظهر الناقة وشافت الوالد طايح على الشداد يعني، ولقيت له وقبلت اخطاب الناقة ومرحت الناقة، عملت لها دواء، ما في دواء عندنا ذاك اليوم، نحن تاخذ وزر مال البوش اللي هو مال البوش يعني في العشب هذا، حطته وزر هذي المهم انه افتك. بعد فترة طلعش السعودية، رحنا مع السعودية أخذنا وحدة من البوش عشان نبيعها في الحسا، عندنا فلوس لكن يمكن السعودية أنها يمكن ما تكفينا من هناك نوصل سوق الحسا، جينا في الحسا باع البكرة اللي أخذناها ب80 ريال سعودي، أخذنا ب40 ريال وبقينا عندنا 40 ريال، أخذنا تمر وأخذنا حبة ذرة
ما في عيش. وكانت الدلال الحبة الصغيرة هذه اللي بيطحنونها في الرحاء وبيسوون على منها قرصان. وقت يعني شحيح معيشة يعني صعبة. رجعنا لما صرنا عند سلوى، كان في مركز سلوى كان تفتيش ممنوع على العمل نظر برا، نحن وغيرنا. 40 ريال عقها الوالد نفرها من ظهر الناقة وقعت بالشجرة في السلف، نسميه السلف نحن هذا، جد عقها في شجرة. نزلنا شوية يعني كمية متر عشينا، جونا المسؤول أهل سلوى شرطة قالوا تفتيش، فتشوا التمر وما التمر وفي عملة وما في عملة وما في عملة، راحوا عنا. راح يعني تقريبا الساعة 3 في الليل فجر، وجاب الريل ودخلنا، مرينا حدود قطر، جينا على بير هناك قال لي عليك، وأنا صغير قال لي محمد شوف وصلي. أنا أتعجب عليه ليش الوالد يوصلي بالطريقة هذه علينا، ما بمرة دربها بعمري أنا. قال لي شوف هذا العريج، قطر بكبره ما في ماء اسمه العريق وفيه رملة كذا إلا هذا العريق. قطر فيه نجيان يعني على الحزوم هذا، ولكن عرج حمر وفيه ماء إلا هذا الماء، يمكن باكر أنه عندك وتمر بك طريق هذا العريق. ما حطيت على بالي. جانا عند الله هناك وخذنا فترتنا ورجعنا يا إلى الظفرة. رجعنا هنا وخلنا البوش ورحنا ليوا. يلا النخل، النخل ما كان جراد، وباقي السعف هذا شكل السيطان منقض النخل ما فيها خوصة. كان أول جراد ينزل عندنا بأي فترة يعني، حصلنا النخل ما كان جراد بعد من حسن الحظ هذا أولنا، وحصلنا فيها تمر بسيط يعني عذج عذجين يعني في النخل يعني توه منقضه، لأن لما نزل الجراد يكون التمر هاي قد فصل شويه قد حبه الفاصوليه ما يقدر الجراد ياكله، كان الخوص وخلى ترك الحمل. المهم انه قيضنا ضم الوالد يمكن جونيه، نسميها جونيه يعني حدود ما غدلها الحين يمكن 40 كيلو. صلينا الظهر جاتنا مره في ظهر بعير، قالت سعيد انا رد الشام فيك، أنا أهلي جنوب يا عامرية وعندي عيال في بيتي، ما أدري ألحق عليهم حيين ولا ميتين. قال فاج طيب عندي جوني التمر بنصفها بينك وبيني أنا، نصفها الوالد عطاها نص وبقى نص يعني من التمر هذاك. بتذكر البعير بالك قدام العريش، كنا عريشنا الحين تحت النخل مبناي في محضر شيء. طلعنا بالنص هذاك، لما وصلنا منطقة في بينونة هني جنوب عفس اللي شمال الحريقة اللي شمال الحين سنتر وحصان، ذبحوا مفروض عقرب مفروض أهلي، عملوا الشريح هبوا على الشجر كل لحم يعني يابس، عشنا على تمرة على لبن بسيط، ما شيء لبن يعني شرغة، يمكن ناقة ناقتين عند الواحد يعني اللي فيها لبن حصل لك واحد غوري ولا شيء يعني، ما شيء لبن يعني. نبى الواحد عنده بوش يمكن عنده 15 ناقة أو اللي فوق عن 20 أو أقل عن 20، 100 و200 و150 و50 و70 ما شيء من الحلوة الحاضر الحين. بوش الأول شحيحة، البوش الأول منها الشداد اللي تشلها لك ومنها منايح، بوش الأول قليلة يعني أفنت المحول والدهور والأرض جفاف كانت. بقيت الناس بعد فترة هذا رجعنا قطر، اشتغل الوالد في قطر، اشتغل الوالد في قطر يعني حول الأربعينات يعني يا 48 يا 49 هناك في قطر. اشتغل في شركة في دخان، بقينا في قطر هناك 7 سنوات،
7 سنين في قطر. عندنا نوقات ودعناها هني، والنخل عند بعد الله من هلنا النخل ودعي هني. بعد 7 سنين اتصل الوالد من العمل، رجعنا الواحد يعني يبغي داره، يعني ما تقدر تتحمل يعني 7 سنين يعني ظروف الحياه ولا شيء المعيشه حدتنا، ودارنا جفاف ويعني ومحل ومعيشه يعني بسيطه يعني، وهناك نفس الشيء لكن دارك ما تقدر تصبر على فتره طويله. ورجعنا الوالد خل 7 سنين والمعاوضه بدال الحقوق اللي في الشركه اعطوه 900 ربيه هنديه، يعني ما يساوي 90 درهم الحين، يعني ما 7 سنين. رجعنا من هناك وصلنا هني، بقيت يعني هني انا ارعى البوش في المنطقة هذه، قيض في البوش هني ياهل انا واخوي سالم وهلي يروحون لواء، قيض هني على ما هني غريب بدع سماه، على ما هني حول بدع سيف، على الوقت غرب المدينة الغربية، قيض في البوش لين في الصفرية يقولنا هني ياخذون 3 شهور، معروف القيض 3 شهور شهرين ونص، ونحن صغار ذاك اليوم. بعد الفترة هذه قال لي الوالد روح سمعنا شركات بتنزل يعني مشان في ابو ظبي، يعني بديت، قال لي راح يمكن تحصل لك شركه تشتغل ولا شيء، حتى الوالده ما وافقت علي، قال لا خليه يمكن يحصل له شغل ولا شيء. طلعت عدني صغير حتى رمضان ما صمت رمضان عدني صغير. جيت ابو ظبي جيت في الحصن هناك في ابو ظبي، يا في الحصن هناك كان في عهد الحكم لكم حياة الخبوط على الجنة زايد في العين، كان بن صبحة قال له محمد بن صبحة، وكان ثاني بن مرشد مسؤولين عن سجل العمال أو شيء بيه. سجلنا عندهم في شركة طلب، بقينا شغلونا في شركة تنقيب عن البترول، يعني هذه في يمكن في 57 بدينا، طلعت شركة تنقيب عن البترول وطلعنا. نقبت في رقعة بيتها، شو رقعة بيتها؟ رقعة صحتها هاي قبل ابو حصان، حتى يسمونها بيس كم مالهم. وقزوا المنطقة كلها وصوروا كلها، وقال في كم واحد في بدع مناصي قبل العصب. وقزوا نزل واحد بارتي في واحد في بطين لواء عند زرارة. تميت اشتغل في هذا التنقيب على البترول. بعد الفترة هذه في بارتي تنقيب البترول في كان في دبي في النخلة، منطقة النخلة في دبي ما أعرفها وين، انتقل في 61 انتقل في منطقة أم الأشطان. فنشتنا من البارتي هذا ونزل رق واحد يحفر نفط في البر، أول رق نفط بري ما اشتغلت، كان فيها آبار بترول نجحت في البحر في داس وهذا. أول رق سبقني، ثاني رق رقم 2 في منطقة حبشان اشتغلت فيه. وبعد ما طلع النفط طلع معه غاز سام، وانفجر علينا مرة واحدة، وقعنا من الرق يعني موتة تحت الرق ما نذكر. وكانوا عاملين تليفون سلك واير من طريف إلى حد الرق. طلبونا إسعاف من هناك، يبون دواء. جلسنا يعني مثل واحد اللي بعد النوم دهمان، وقفنا ولأن الهواء والغاز البترول يوقع في راس الرق فوق الدرك، جابوا بيب 2 إنش علشان يمدونه 300 متر عشان يولعون النار، ربطوه في الرق تحت قبل لا يبطلون عليه الغاز، ثلج هذاك البيب وارتفع حد شوي من الأرض وتكسر شطف شطف متر مترين شطف من برودة الغاز. سكروا هناك يسمونها بيوبي، هذه بيسكرون بيضغطون على الكيسنج ما يطلع البيبات فوق. سكروا الرق وصبوا فيه، سكروه لين جابوا له مواد سكر الغاز هذا، والمهم انه نجحوه. شاء
شلينا من رقم 2 حطينا على رقم 3 وشمالي حبشان نجح، حطينا على رقم 4 جنوبي طريف نجح، حطينا على رقم 5 عند مدينة بيرونه من الغرب نجح، رجعنا على رقم 6 عند جبل اليمن ما نجح، تقطع عنها يافي سكروا. من رقم 6 اتصلت على العمل حطوه غرب رقم 7، طلعت في البارتي اللي قلت اللي نزل فيها من اشطان من بعد الحفر، اشتغلت سنتين في بارتي 20. اشتغلنا وعندنا عندي واحد اسمه مستر دان، وعندنا مساح بيمسح النياشين الحفر الصور مشان تنقب عن بترول. بقينا نشتغل في ملشطان، وابعد العمل من ملشطان مسافه 100 وشي يعني كيلو جنوب، وكان علينا هواء، ونرجع من هناك نحن صلاه العصر نرجع الى ملشطان. المساح اللي بيمسح اللي بيحط نياشين، وعنده نصيب بن فاضل بن عصيان، وعنده حياة عبد الله العندلي بن مرشد المرق، ثلاثة عنده اثنين مواطنين وهو الثالث. لما رجعوا من هناك انطر عليه وديته سيارة، عطوه في رملة ما حد معه، وكان هذاك المساح اللي بيمسح مسك طيب، إنسان محترم يعني، هو أمريكي يعني إنسان محترم. بالليل بالكم انا جاي بالليل مساء جاني واكي برازيل مدير الشركه وقال لي يا محمد الجماعه ما ضبوا المساح وعنده اثنين ما الراديو ما ينادي عندهم. طلعت بالليل رحت 50 كيلو لا ليت رباء رمل كله رمل وعر يعني، عندي فلاس ماء وعندي شوف المطارة مال الماء هذه مربوطة برا في السيارة، عندي حيو لاند روفر. قمت أروح وأبند الليت وأطالع سفر ليت ولا شيء، منطقة ما شيء فيها كهرباء، ما فيها ليتات، ما فيها شيء، ولا فيها سناتر بترول، ما فيها شيء، منطقة خالية. قمت أروح صدفة إني جيت على هو الواحد يوم يطلع من الخط المسح هذا كل واحد يطلع على طريق لحاله عند الرجوع البيس كامب. فترة صدفة جيت بنت الليت لأني بتخيل قربي شوي ليت بس ما أشوفه يضرب شعاعه في الجو في الظلام بالليل، نزلت صوبه قربت عليه طفيت الليت قام يزيد، قلت إذا أني حصلته في حفرة نصيب الفاضل وحياة عبد الله الله يرحمه بخميس يروح تحت أرطاه شجرة، وهذاك الأمريكي تحت السيارة. لما نزلت جاني الأمريكي يربع ويطيح من سكان المساء، شليتهم في سيارتي أنا وخلص السيارة مالهم، ناديت على البيس كام الجهاز عندي ما ندى، ناديت عليه وإني حصلت الجماعة، قال لي البرازيل حصلته حقيقة تحيي. نزلت هناك دخلت المستشفى حصلوا حالته زينة الضمان بس عندهم. أصبحنا الصبح أصبح حاكم أمريكي رفض المسح، بغيناه الحين بحب على إنسان طيب، بغيناه قال أبدا ولا يوم أشتغل ولا يوم، خلاص أنا بغيت أموت يقول سافر، بقي الربع شغال معه، بقيت أشتغل إلى حد 62. سنة 62 انتقلت في شركة NCC في جبل الظنة شركة نقليات، بدينا بنا ننقل سنتر حبشان، كان أبار رقوق جاهزة هذه يعني بعض الأبار، بدينا نشل سنتر حبشان القديم هذا جبناه من الطبيعية وجبناه من الظنة سناتر البترول. أنا بسوق الكنور فيها بيبدالي ورا يكملوا بالتريلا، وقالت إن نشل سنتر عود يعني مسافته يعني طويلة حتى على التريلا ونحط عليه بيبدالي ورا. أنا عندي محمد بن هاشم المنصوري سجن سنتر حبشان كامل، شركة كات كبني اللي هي عملت بيب الدفع من حبشان إلى جبل الظنة من الخزانات فوق، اشتغلت عنده إلى
تمت 8 سنوات في شركة النقليات هذه السيسي. منها انتقلت في شركة سنتفي، شركة أمريكية. الحين اللي اشتغلت فيها قبل شركة الـ ADBC، شركة إنجليزية. الحفر عندها بيظل الصين الوحدة، البير الواحد. الشركة هاي اللي جت الحفر بيظل 28 يوم. الحفر النجوح 28 يوم. انتقلت أنا اشتغلت فيها. بلشوا يحفروا من منطقة حبشان. بعدين انتقلنا في أبو حصاه. بعدين انتقلنا في العصب. حفر، بعدين انتقلنا في زرارة. منطقة زرارة. اشتغلت فيها إلين حتى شفت الحفر هذه. ودينا بعض الأباء يرقوق وديناها حق مسكة عمان. حفرنا عنده بيرين ورجعنا الرقوق. جبنا الرقوق وحفرنا واحد عند جبل حفيد. وطلع فيه ماء زيادة. يانا زايد الله يرحمه زايد أيوه شيخ زايد. لا تشرك فيه ماء وايد يعني خليه مفتوح حق ماء. قال لا سكره. قال الماء هذا ما يحب الحين فلي ذاك يوم العين والعمان يمكن يضربنا مع جيراننا ونباكوا تسكروا نسكروا. نقلناه من يبال حفيث إلى شمالي هيلي. موجود شمالي هيلي. حفرنا بير شمالي هيلي في الوادي شمالي هيلي نجح. الحين فيه نفط. لكن قالت الشركة هذا الرق فيه نفط بس ما فيه غاز يطلع. وكانت ذاك يوم الشركة تحب الآبار اللي فيها غاز تطلع لحالها بدون عليها يكون سنتر ولوف تسحب النفط. قال سكروا. سكرناها شمالي هيلي هذا. سكرناها هذا يعني الشمالي هيلي. خلاص النفط فيه موجود الحين مأجل خلاص. بقينا نحفر في سالوان. اشتغلت فيها إلين 76 شهر 6. الشركة انتهت وبقي آخر الشركة كان زايد الله يرحمه زايد. كان زايد ذاك اليوم يضرب جوله يجينا في بينونه يجينا في المنطقة هذه يجينا في أبو ظبي يجينا في ريوة يعني يجي في العين مثلا. يعني زايد عند لاند روفر ما يخلي محل الله يرحمه يكون يوصل على ياخذ العيون مخبوره يعني ياخذ حاله العرب وحاله الناس. اشتغلت في البلديه من 76 شهر 6 الى 96. من 96 تقاعدت. زين هذه المرحلة اللي أنا مرت علي في عملية. شوفين والشيخ زايد يعني كان يجينا هنا وكان يعني لما يسألك عن حاجة ولا ترمز عن حاجة بس مو ضحك تقول أنت يعني هو أنا هاي حاجتي أكيد أنا وافق عليها. هو عنده شيء بيفاجئك به مستقبل غير الحاضر اللي انت لمس انت فيه وانت تفكر فيه انه الحاضر هو موافق عليه. هو الحين بيفاجئك بشيء جاي جديد انت ما تعلم عنه. زين انت تلمسه في شيء بسيط ويضحك وقفك طيب. زين يوم تتفاجأ تاخذ سنة سنتين الى اشياء قائمة تتذكر كلمة زايد بسمته اللي ضحكها انك تفكر انت ان حاجتك اللي انت كلمت فيها وهو يضحك على شيء يفاجئك يفاجئ الثاني شيء مستقبل جاي احسن عن الحاضر. نحن ما نعرفه. انا كان عندي بوش ما كنت اتولع بنخب بتاعت نخب يا انا في بيرونه شاب ذاك. قال لي شو عندك انت بوش؟ قلت ايه. قال زين عندك نخب؟ نخل ما ينطرد. قال زرع في تملك وفي ما تملك. ما عرفت كيف. قال زرع نخل في تملك وفي ما تملك. قلت له ان شاء الله. ظليت محتار بالكلمة هذه.
إلين وصلنا عصر زراعة الخضار والنخيل والأشياء. ولما أني كلمت عن الغيط هذا الحفرة شوينا هاي تحت كان غيط يعني كلمته قال لا بخليها لك ولعيالك وبنزيدك عليها وزادني بزرع هذه بزرع كامل دمر من هو يوم زرعته أصبحت أنا عندي نقاط منايح زين ذكرت كلمته من البوش انتقلت روحي إلى المزرعة يوم قال لي لا ازرع بوش عندك زرع تملك وما تملك ما عرفت بس لما زرعت وأصبح قلبي أنه يحب الزراعة والنخل للنخل وصلنا عليها هو رحمة النخل هي الوحيدة الأساس الحياة المعيشة لو ماتت عندك مطية ولو ماتت بوش عندك ما تقدر منها العيش ليك محل ليك جفاف أو شيء تموت عندك وعندك نخل ما تموت ما دامك تملك نخل تقدر تعيش لكن ما تقدر تعيش من حيوان يموت أو يحيى باكر الحين تزرع شيء تعرق جبينك على هذا الشيء تزرعه وتتعب فيه ما تشوف فيه ثمن أنت لو بيعطونك عدالة ما تبيعه لأنك حارث تعبان فيه زين وبعدين شيء من معازيبك جاي ما تقدر تبيعه لك ولعيالك ما تقدر تبيعه شوفي هذا الشيء اللي نحن نرغب فيه ونحط عيالنا فيه الحمد لله احنا الحين الحمد لله في خير ويا رب يسلمهم ويسلم الحمد لله دولتنا ودارنا وبلادنا الحمد لله حكامنا كله ان شاء الله.